أما في محافظة الأقصر التي استقبلت هي الأخرى قافلة المساعدات، أعرب المحافظ مصطفى ألهم عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وللمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والمستحقين، مشيدا بدور صندوق تحيا مصر في هذا الإطار. النهاردة استقبلنا أكبر تريلات أو عربيات جاية بسلع غذائية وبطاطين عشان الشتاء، وشنط فيها مجمدات لحوم وفراخ. دي من خلال أكبر قافلة جت في تاريخ مصر، وتمثل مليار جنيه، بتمثل مليون أسرة مصرية. فبنقول الحمد لله، ان وخاصه انتهزت القياده السياسيه الدعم الموجود والتكلفات اللي صدرت منها لتحيا مصر توفيرا للاسر في خلال الشتاء، وفي نفس الوقت افتتاح المدارس. فشكرا للقياده السياسيه وشكرا للحكومه، وبنقول احنا اهلنا يستاهلوا اكثر من كده، وفي مزيد كتير ان شاء الله من الدعم ان شاء الله.